بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. وقدمنا إلى سترة من جديد، فهنا سترة ومن جديد نلتقي فيها، هنا سترة الخير، هنا سترة الصمود، هنا سترة أرض الثورة والثبات، هنا سترة التضحيات والفداء من أجل الدين والوطن، هنا أرض العطاء، كل العطاء من أجل الوطن، كل الوطن. فتحية إلى أهل سترة الطيبين، وتحية إلى شهدائها، وتحية إلى سجنائها، وتحية إلى شبابها وأبطالها ومطارديها وكل أهلها جميعا. وتحية لكم يا جماهير الثورة ويا عشاق الحرية وطلاب الديمقراطية. ها هي قرابة 3 سنوات تنقضي من عمر الثورة، ورغم جراحها وآلامها، ورغم ما حل بنا من ويلات ومصائب وانتهاكات لا عد لها ولا حصر، شهداء وجرحى من كل الأعمار والفئات، مشردون، مطاردون، مساجد مهدومة، جرائم إنسانية من كل الأصناف. رغم كل ذلك إلا أن شعبنا وبكل فئاته، شيوخه وشبانه، نسائه ورجاله، شبابه وأطفاله، في حالة صمود وإباء وعنفوان، وشعارهم قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنه التوكل على الله والثبات الذي ليس بعده ثبات، وإنها الإرادة التي لن تنكسر والعزيمة التي لن تفل. شعب ما عرف الملل ولا الكلل، شعب ما عرف الكسل وما دخل الخوف واليأس في قلبه، لم يثنه تهديد ولا وعيد عن مواصلة مسيره من أجل تحقيق مطالبه العادلة. بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه الويلات والمصائب والتضحيات، سؤال: هل ربح شعبنا أم خسر؟ هل انتصر أم هزم؟ سؤال يرد في أذهان وألسن الكثيرين: أربحنا أم خسرنا؟ انتصرنا أم هزمنا؟ ونحن هنا نردد ما قاله أبانا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، نقول: شعبنا منتصر. نسأل: أمنتصر والسجون ملأ من رجاله وشبابه؟ شهداؤه في تلاحق غير منقطع؟ كفاءاته تذل وتساوم على لقمة العيش؟ أحياؤه السكنية ترش بالغازات الخانقة والسامة كما ترش بالمبيدات مستنقعات الحشرات؟ رجالاته وشرفاؤه يتطاول عليهم بلا حق ولا أدب، كما يتطاول من غير ذي خلق
على من لا قدر له ولا اعتبار، شبابه الغيارة ينتظرهم التعذيب والموت على كل طريق وفي كل لحظة وفي أي وقت، لصرخة في وجه الظلم يطلقها الضمير: بلى شعبنا منتصر رغم ذلك كله. شعب وعال ذاته، أدرك قيمته، آمن بحقه وحريته، انتفضت إرادته، عزت نفسه، تنبهت غيرته، انتصر على الخوف. هو شعب منتصر بلا منازع، شعب قام لا ليقعد وركب طريق النصر، ويرفض نهائيا أن يغادره، وتخسر كل الضربات التي تريد أن تنال منه للتراجع عن هدفه، وقد عرف الكلفة على هذا الطريق. هو شعب منتصر، شعب وعى لاعيب السياسة الظالمة وعيا يحميه من السقوط في شباكها، ويدخل اليأس على مخادعيه من أن ينالوا من وعيه وعزمه وتصميمه وإصراره على تحقيق أهدافه. هو شعب منتصر، شعب أدرك قيمة وحدته، واستعصى على أساليب الفرقة أن تنال من تلاحم صفوفه، أن تنال من تلاحم صفوف معارضته. هو شعب منتصر. أما الأهداف، أما أهداف الحراك، أما الأهداف لحراك هذا الشعب وثورته، فلا بد من تحققها نتيجة للنصر الذي تحقق له، وهي أهداف من أجل استمرار هذا النصر وتركزه وحمايته. نعم، إن أكبر ربح يمكن أن يفتخر به شعبنا هو ربح القيم والمبادئ والثبات والمواصلة في ترسيم خارطة الوطن الديمقراطية التي أريد لها أن تنجو، أن تخبو، التي أريد لها أن تخبو وتتراجع وتجبن أمام عقلية البطش والقتل والرعب. إلا أن هذا الشعب يملك قلبا حديديا جلجلت نبضاته في كل الميادين، وهزت صرخاته أرجاء المعمورة حين أطلقها سماحة القائد والوالد والمربي في محراب العفة والطهارة والشجاعة. هذه دماؤنا، هذه رقابنا، فداء لديننا وعزتنا. نعم، فداء لديننا وعزة شعبنا، ونحن نقدم الشهيدة والشهيد. فداء لديننا وعزتنا وعزة شعبنا، ونحن نتحمل كل ألوان العذاب والجراحات. فداء لديننا وعزة شعبنا، ونحن ذاهبون إلى أي تفاوض. فداء لديننا وعزة شعبنا، ونحن خارجون من أي حوار شكلي لا يلبي طموحات وتطلعات هذا الشعب. نعم، فداء لديننا وعزتنا في كل الميادين وكل الساحات وعلى جميع الأصعدة. ولن نتراجع، ولن نتنازل، ولن نيأس مع كل من يحاول الالتفاف على مطالبنا. نعم، ربحنا، نعم ربحنا العزة والكرامة، ربحنا الصمود والثبات الذي أذهل هذا العالم، ربحنا السلم الأهلي الذي كان الحامي لهذا الوطن بحاضره ومستقبله. نعم، ربح شعبنا معركة ترسيخ قيم الشراكة الوطنية، فلم يعد بمقدور أحد أيا كان هذا الأحد أن يتعامل مع شعب العزة والكرامة بمفهوم الطبقية، وأننا شعب من الدرجة الرابعة أو الخامسة، أو أننا شرذمة. نعم، ربح وانتصر الشعب، وبقى تحقق الأهداف. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر تحقق،
بإرادتكم الصلبة وعزيمتكم الفولاذية، وبقي تثبيت الأقدام من أجل تحقيق المطالب. فلذلك سيكون شعارنا في المرحلة القادمة: وليثبت أقدامكم. نحتاج إلى الصبر والعزم والثبات ومواصلة حراكنا السلمي حتى تتحقق المطالب. فما بات لعقارب الساعة أن تعود للوراء بعد اليوم، فالشعب قرر استعادة حقوقه كاملة. دعينا للحوار والتفاوض وقبلنا هذه الدعوة، وكلنا عزيمة وإصرار على الوصول لحلول ناجعة تخرج هذا البلد من أزمته وتكفل للجميع الأمن والحرية والعدالة، وأن يكون مفهوم المواطنة هو الحاكم بين المواطنين لا التمييز والطائفية. فمرئياتنا وأهدافنا واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وليس لدينا مراوغة ولا خداع ولا كذب ولا دجل. المعارضة تريد نظاما سياسيا يطبق أفضل ما وصلت له المنظومات البشرية لا أسوأها، وإن لم نستطع فلا أقل بالمقبول منها في حده الأدنى. وهناك من يريد أن يفرض على هذا الشعب أنظمة وآليات بالية تخلصت منها الشعوب النامية فضلا عن المتحضرة، وهناك من يضع لاءات على الحوار والمطالب، فهل منطلقه دين أو إنسانية؟ وهل عندما ترفض المساواة بين المواطنين ترفضها من منطلق الدين أو من منطلق الإنسانية؟ راجعوا أنفسكم، ارجعوا إلى قيمكم إن كان لديكم قيم. يقولون الدوائر خط أحمر، حكومة منتخبة خط أحمر. يقولون نؤمن بالديمقراطية، لكن ما نريد حكومة منتخبة، ولا نريد دوائر عادلة، ولا نريد برلمان كامل الصلاحيات بدون شورى، لكنهم يؤمنون بالديمقراطية. حكومة منتخبة خط أحمر، الشورى خط أحمر، القضاء مستقل وما يحتاج تصليح، كم دورة تدريبية إن شاء الله وصير القضاء زين بإذن الله. الأمن خش موجود ما في شيء، بس يحتاج تسليح أكثر لمواجهة الإرهاب ويستتب الأمن. الملكية الدستورية ما تناسبنا، صلاحيات فلان خط أحمر، رئيس الوزراء خط أحمر، امتيازات العائلة الملكية خط أحمر، منح طائفة حقوق المواطنة المتساوية محاصصة وحل على حساب طائفة أخرى وهو خط أحمر، فساد الهوامير خط أحمر، الاستفتاء الشعبي خط أحمر، تعديل دستور 2002 خط أحمر، وتارة يطالبون بتطبيق القانون. يقولون القانون أولا، ونحن مع القانون ومع تطبيق القانون، ولكن مع الأسف هم يسعون لتطبيق القانون بطريقة انتقائية طائفية، بطريقة تمييزية. فأين القانون ومطبقي القانون من مرتكب الجرائم الإنسانية، من قتلة آبائنا وأبنائنا ونسائنا؟ وأين القانون من المعذبين والجلادين وسارقي خيرات هذا الوطن؟ وأين القانون من مثير الكراهية بين أبناء الوطن عبر خطاباتهم وأقلامهم وصحفهم؟ المنطق الآخر يقول نعم للقانون الذي يجرم أبناء الشعب. نعم، هكذا يقولون، للقانون الذي يجرم أبناء الشعب ويقتلهم ويعذبهم، وخط أحمر للقانون الذي يمس قتلة الشعب وناهبي خيراته وسارقيه. مع هذه اللاءات وهذه الخطوط الحمر، ماذا بقي للنقاش وللحوار وللتفاوض؟
مدى بقي لنا لنناقشه على طاولة المفاوضات؟ أن نناقش ألوان السيارات وشعار البرلمان أو رصف الطرق، هذا جئتم بنا للتفاوض عليه إذا كانت كل تلك خطوطا حمراء؟ من الذي يضع الشروط الآن بوضع هذه الخطوط الحمراء والمحرمات من النقاش باعتبارها ثوابت؟ نحن نريد أن لا يظلم سني مواطن سني كان أم شيعي، سنيا كان أم شيعيا. لا نريد حقوقا للشيعة بظلم السنة، ولا نقبل بظلم الشيعة لطمأنة السنة. نريد أن يطمئن الجميع بصون حقوق الجميع. المعادلة ليست لنضمن حقوق طرف يجب أن يظلم طرف آخر، ولطمأنة طرف يجب أن تسحق كرامة طرف آخر. يجب أن نتساوى في المعادلة الوطنية، فنحن لسنا أطراف بل طرف واحد. يريدنا النظام أطراف، لذا حاول أن يفرقنا ولا زال، رفض أن يلتقي بنا كقوى موحدة، وأرادنا جمعيات مفردة. كسرنا هذه الإرادة السيئة وذهبنا موحدين، لذا اجتمع بالباقي مجتمعين. أكبر أمنية لهم هي تفكك وتمزق شارع الثورة العريض، ووعي شعبنا سيجعل هذه الأمنية مستحيلة بإذنه تعالى. وصدقونا صدقونا، لو تجمعت المعارضة والموالاة وأرادت أن تذهب معا للحكم سيرفض، لأنه لا يريد وحدة بل سيسعى للتفتيت. نحن نريد أن نحول البحرين من نظام التفتيت والتفريق لنظام يجعل الشعب وحدة واحدة من خلال نظام سياسي جامع على قاعدة المساواة والتنافس وفق الكفاءة والبرامج والإنجاز، ويخضع للرقابة الكاملة من الشعب، كل الشعب. نحن في المعارضة لم نضع شروط ولن نضع خطوط حمراء على حقوق الآخرين ونعتبرها ثوابت. نحن ثوابتنا هي حقوق شعبنا وحريته وكرامته. نحن ثوابتنا أيها الأحبة ما جاء على لسان أميننا العام قبل سنتين ونعيد تكراره اليوم. بالأمس كان خطابنا واليوم هو ذات الخطاب، يقول: أنا أؤكد لكم أن الوفاق والمعارضة الشريفة لن تتنازل عن مطالبها. في حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب ونظام انتخابي عادل وصوت لكل مواطن ومجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وموافقتكم أولا وأخيرا على كل ما يصدر من الحوار، لن تتنازل المعارضة الشريفة وفي مقدمتها الوفاق سواء في الحوار أو داخل السجون عن هذه المطالب. فنحن أينما كنا في الحوار أو داخل السجون نتمسك بهذه المطالب، نعليها ونوصلها للعالم. فإذا استجيب لنا بها قبلنا، وإن لم يستجب لنا فيها رفضنا أي نتائج وعدنا للشارع كما نحن الآن وسنستمر فيه. لقد فاوضت الوفاق سرا وعلنا قبل 14 فبراير وبعد 14 فبراير، ولو كانت تريد أن تخون ولو كان من طبعها أن تخون لخانت منذ زمن طويل، عندما عرضت عليها الكثير من الإغراءات وعندما تعرضت للتهديدات. هذا الذي نريد وهذا الذي سندخل من أجله، وإذا لم نعطى هذا سنعود إلى الشارع كما نحن ونستمر في هذه المطالبة. لنا حق، فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل، لأننا لا نرضى لبلدنا أن تبقى بلدا متخلفة، ولا نرضى لشعبنا أن يبقى شعبا مهمشا، ولا نرضى أن يستأثر بالثروات، ولا نرضى لشعبنا أن يعيش الخوف. بعد اليوم لا يمكن إلا عدالة للجميع، وبعد اليوم
لا يمكن إلا كرامة للجميع وأمن للجميع، وإلا فنحن مستمرون حتى يتحقق ذلك كله. هو خطاب الأمس، وهو خطاب اليوم، وهو خطاب الغد، حتى تتحقق المطالب. فلا تخوين ولا عبث ولا لعب معنا. حتى يكون الحل في هذا البلد فلا بد من تهيئة الأجواء لذلك من خلال إنهاء كل مظاهر هذه الأزمة عبر إيقاف الاعتقالات والمحاكمات والإفراج عن المعتقلين والسماح بالحريات العامة من تظاهر واعتصام وغيرها. أحبائي، نحن نعيش في ظرف حساس يتطلب منا اليقظة والحذر، فكل ما حولنا في العالم والإقليم بدأ يتغير، وحتما أن نصيبنا من التغيير هو أمر حتمي وقادم لا محالة، والمسألة هي مسألة وقت فقط وفقط. الأيام القادمة ستكشف المزيد من الاستحقاقات التي تصب في صالح هذه الأمة، وسينالنا ما يصب في صالح قضيتنا بإذن الله. فالله معنا وهو ناصرنا، وتبقى إرادتكم بعد إرادة الله هي الحاكمة. صلابتكم، عنفوانكم، عزيمتكم، بقاؤكم في الساحات، إصراركم على عملكم السلمي ونبذكم للعنف، بكل ذلك سيتحقق لكم ما تصبون إليه من حرية وكرامة وديمقراطية وعدالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.